اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فلوق ديال اليوم الاخوان يعني مختلف شويه، ولكن كل شيء في نطاق الغنم ان شاء الله. اللهم يسر. هذا الاخوان احد المتتبعين تبارك الله، عنده نادر ديال التبن كما تشوفوا التصاور تبارك الله. اللهم بارك. نادر ديال التبن، بالنسبه للطول ديالو الاخوان فيه شي 13 متر ونص الطول ديالو، العرض فيه 3 متر، والعلو في الوسط تقريبا فيه شي 2 متر تقريبا. المهم الاخوان، اي استفسار انا غادي نخلي لكم النمره ديال الاخ. تبنى الاخوان كاين نواحي ديال تاونات جهه عين عيشه، يعني اللي عنده الغرض يتواصل بالسيد. اللهم يسر. هنا تبارك الله، هذا هو الفيديو اللي صيفط ليه الاخوان. الطريقة تبارك الله باش مغطين طريقة مزيانة، ولكن دايرين المي كامل تحت، وداك الشيء المهم مقاد على حقه وطريقه. الحمد لله تبارك الله. اللهم بارك. تبن مطحون الاخوان، تبن مدروس. بالنسبة للاخوان الاستفسار، غادي نخلي النمرة ديال السيد وتواصلوا معاه، يعني هو غادي يفيد اكثر. اللهم يسر. بالنسبة للطول كما قلنا 13 متر ونص، العرض فيه 3 متر، والعلو تقريبا تكون فيه شي 2 متر هكاك، متر و 80 حتى 2 متر. اللهم يسر. كاين نواحي ديال تاونات عين عيشه. تحياتي لكم الاخوان، نتمنى يعجبكم فلوق، تبارك الله عليكم. اللهم يسر. نخليكم مع تتمه الفيديو، واي استفسار مرحبا والف مرحبا. بالنسبه للثمن الاخوان، عطينا 15000 درهم تبارك الله، 15000 درهم اللي عطينا الاخوان. هنا الاخوان، خليكم مع تتمه الفيديو. صراحة الاخوان يعني الطريقه ديال الخدمه تبارك الله، يعني كل منطقه باش تخدم الحمد لله. اللهم يسر. هنا داير ليه ميكا من التحت، ودير ليه هاد الشطب من الفوق، وموقف عاوتاني دوك العواد، وهادي صراحه طريقه خيره الحمد لله عليها تبارك الله. اللهم يسر. تحياتي لكم الاخوان، اخوكم راعي الغنم اطلس متوسط. اللهم يسر.